جوليان أسانج صاحب تسريبات ويكيليكس التي أحدثت ضجة في العالم يغادر سجن بالمارش في بريطانيا ذو الحراسة المشددة صباح الاثنين بعد أن قضى هناك 1901 يوم في إطار صفقة تم منحه بموجبها الإفراج بكفالة من قبل المحكمة العليا في لندن، وتوجه إلى مطار ستانستيد حيث استقل طائرة وغادر المملكة المتحدة إلى أستراليا. جاء ذلك حسب ما نشره حساب ويكيليكس نتيجة حملة عالمية ومفاوضات مع وزارة العدل الأمريكية، وقضى أكثر من 5 سنوات في زنزانة معزولة بمساحة 2 على 3 متر، حيث كان يحتجز لمدة 23 ساعة في اليوم، وسيلتقي قريبا بزوجته ستيلا أسانج وأطفالهما الذين لم يعرف والدهما إلا من وراء القضبان. وكان موقع ويكيليكس الذي يديره أسانج نشر وثائق وتسريبات عن فساد عدد من الحكومات وانتهاكات حقوق الإنسان ما أثار ضجة في العالم. أسانج هو محرر وناشر أسترالي اشتهر بتأسيس موقع ويكيليكس، والذي اكتسب شهرة كبيرة لنشره في عام 2010 ما يقارب من 500,000 وثيقة تتعلق بحربي الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، حيث فضح سوء سلوك الجيش الأمريكي. وقد أصدر الادعاء العام في أمريكا لائحة اتهام ضده في عام 2019 تتهم أسانج الذي كان متحصنا في ذلك الوقت في سفارة الإكوادور في لندن بالتآمر مع وحدة خاصة بالجيش للحصول بشكل غير قانوني على وثائق حكومية حساسة ونشرها. ومن المقرر أن يمثل أسانج صباح الأربعاء أمام المحكمة الفيدرالية في سايبان، أكبر جزيرة في جزر ماريانا القريبة من أستراليا، وتعقد جلسة الاستماع هناك بسبب معارضة أسانج للسفر إلى الولايات المتحدة، وتقضي الصفقة بأن يعود إلى أستراليا بعد اعترافه والحكم عليه.